بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب نفس لما عليها